نخدموا من عندنا نخدموا مدير تربيه ان شاء الله يا مدير تربيه يدير ان شاء الله نشوفها ما نعرفش حاجه تاع انا الدراري نخدموا معاهم انا دوكا باش ندير خلي الطفل امانه حنايا هذو راه مولاتنا نخليه هنايا في ذاك البرد شتو البرد شتو الضباب اللي هنا والبرد والثلج امنوا جو قاسي بزاف نخلوهم برا ما نجيو نلحقوا لهم مساكن حتى 9 خطر 8 ونص 9 باش نلحقوا ما خليوهمش نحاول دوك نحلوا مشكل التلميذ ماشي حنايا وكان انا شكون كنحبوا ما بالوسائل الوسيله البيداغوجيه ولا وسيله ما عندنا لا لا هذا سيد مدير تربيه معليش مدام معليش سيد مدير تربيه يجي يزوركم يديروا معنا لقاء ويشوف شي المطالب تاعكم يتكمل ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يحفظكم تعيشوا مرحبا بكم بارك الله فيك الله يسلمك.